بحجه الاعياد اليهوديه يستمر الاحتلال والمستوطنون باغلاق المسجد الابراهيمي واستباحته بشكل كامل وطرد الموظفين والمصلين منه بالقوه واقامه الاحتفالات الصاخبه في اروقته ما يعد انتهاكا صارخا لكل الحقوق الدينيه واستفزازا لمشاعر المواطنين الحواجز الموجودة في هذه المنطقة تفوق الخيال تزيد عن 120 حاجزا عسكريا هي بمثابة تكثيف للانتهاكات بحق الفلسطيني الذي يعيش وكذلك بحق الفلسطيني أو من يتبنى الرواية الفلسطينية أو الحق الفلسطيني الذي يزور هذا المكان لا يستطيع المواطن أن يدخل الحرم الإبراهيم الشريف إلا بالتفتيش الجسدي التفتيش الهوية بينما المستوطن يستطيع أن يدخل بكل أريحية حرية العبادة فقط تمنح لقطعان المستوطنين بينما كذلك المعيشه في هذه المنطقه بحق الفلسطيني معيشه صعبه هذا الحال ينطبق على كل مناطق الخليل المغلقه حيث يستغل المستوطنون هذه الاعياد للاستمرار في اعتداءاتهم على المواطنين واملاكهم لا يستطيع الفلسطيني ان يصل الى هذه المنطقه الا بشق الانفس واغراض الشخصيه لا يستطيع ان يدخلها الا حملا على الاكتاف، بينما المستوطن يستطيع ان يدخل بسيارته الشخصيه، يستطيع ان يؤدي كافه ما يريد ان يرتكبه من جرائم او اعتداء على حق الفلسطيني دون حسيب او رقيب وبحمله سلاح الرشاشي، بينما الفلسطيني لا يستطيع ان يدخل الا بشق الانفس وهذا هو التمييز العنصري الواضح والجلي في هذه المنطقه بالتحديد من مدينه الخليل. هنا في البلدة القديمة من الخليل يمارس التمييز العنصري بكل اشكاله ضد المواطنين فيحرمون من كل حقوقهم وفي المقابل يسمح للمستوطنين بممارسة كل انواع العربدة والاعتداءات وكل ذلك تحت حماية جنود الاحتلال. بشتى الطرق يحاول الاحتلال فرض وقائع جديدة في المسجد الابراهيمي من خلال الاقتحامات والتدنيس وتغيير المعالم بشكل مستمر من البلده القديمه في الخليل محمود فراش تلفزيون فلسطين